ست برامج لتطوير اللغة الإنجليزية. هاي جايز، انا احمد. اول برنامج معانا فيرب سماش انجلش سنسس دي اس ال. البرنامج ده فيه تدريب على قواعد اللغه الانجليزيه وبيبقى سهل جدا، لانه هو عباره عن زي لعبه بتحاول تختار الاجابه الصح قبل الجمل تنزل، وهو باللغه البريطانيه بس في بعض الكلمات اللي في اللغه الامريكيه، وكويس جدا للناس اللي هي عايزه تطور لغتها. وفي جمل وامثله حياتيه على القواعد. المحتويات اللي موجوده فيه اكتر من 500,000 جمله سؤال وجواب، 120 من اكثر الافعال الشائعه، المضارع البسيط، المضارع المستمر، زمن الماضي البسيط والمضارع التام، استخدام الافعال المساعده. هو يعتبر برنامج ممتع لانه هو لعبه اصلا، يعتبر اكتر ما هو بيقعد شويه كلمات كده تقعد لازم تحفظها وكده قاعده وكده، لا انت بتقعد تجرب وانت زي لعبه بالظبط. البرنامج اخذ تقييم 4.7 من 5 على موقع امازون الرسمي. والبرنامج كمان هو مجاني، بس ممكن تشتري بنسخة مدفوعة حوالي 3 دولار، او تشتري بعض النقاط عليه ال 500 نقطة بدولار، اما ال 1000 نقطة ب2 دولار. البرنامج متوافق مع ايفون وايباد واندرويد. هما 3 برامج لتطوير الجرامر، في بعض التشابهات فيهم وفي تشابهات كتيرة فيهم وبعض الاختلافات، فالتلاتة جربهم وكده، نزل واحد وجربه وشوفه وشوف ايه الافضل، ده احسن بالنسبة لك او ده وكده. اول برنامج فيرب سماش انجلش 10 سنس ESL. ثاني برنامج سبيدي انجلش ليرن كورس. ثالث برنامج جرامر سماش انجلش كورس. رابع برنامج كلوز ماستر. برنامج ده يعتبر لعبة تحاول تختار الاجابة الصح، واما بتسجل في البرنامج بيقوم يقول لك انت كنت فين، ومثلا النهاردة ذاكرت كام كلمة. ويعتبر اكتر ميزة في البرنامج ده غير اللي هو لعبة فمسلي، يعني اللي هو في اكتر من 100 لغه، ده بيسهل ان انت تلاقي لغتك موجوده فيه. البرنامج اخد تقييم 4.8 من 5 وبيشتغل على ايفون ايباد اجهزه اندرويد. خامس برنامج معانا هو لينجو. البرنامج ده فيه دروس اكتر من 600 درس تعلم الانجليزي، حتى كمان في لغات تانية بيدعمها زي الكوري، الياباني، الالماني، التركي، البرتغالي، السويدي، العربي، الهندي، وفي لغات كمان تانية. اخر تحديث ليه ضافوا 16 لغة. واكتر ميزة في البرنامج ده غير اللي هو الدروس، بتبقى فيه صور اللي هي توضيحية بتبقى مفيدة جدا، اللي هي بتربط الكلمة بالصورة اكتر من ما تربط الكلمة، يعني كلمة مثلا بلغتك الام ما تكون في صورة بتبقى افضل. وافضل حاجة اللي هو بتعمل زي اختبار، او اللي انت تحاول تحل الكلمات، تعرف الكلمات بسرعة قبل الشخص اللي في دولة تانية. البرنامج اخد تقييم 4.5 من 5، والبرنامج برضو شغال على ايفون وايباد واجهزة اندرويد. البرنامج بيديلك زي تجربة مجانية تجرب البرنامج، بس بعدها في اشتراكات للبرنامج لو حابب. في اشتراك في 7 ايام عشان تجرب البرنامج ب12 دولار، وفي 30 يوم ب30 دولار. سادس برنامج واخر برنامج معنا هو يعتبر وادي تاني عن البرامج دي، انه يعتبر متكامل لانه بيدربك على اللي هو برنامج فور انجليش. البرنامج ده بيدربك على المهارات الاساسيه اللي المفروض كل واحد عايز يتعلم انجليزي او اي لغه يبقى عنده، زي القرايه. ده بيجيب لك الاخبار بتتحدث لحظيا في مواضيع مختلفه عن العلم، السياسه، الاقتصاد، الصحه، مواضيع مختلفه. وفي نفس الوقت برضو بيجيب لك مواقع مشهوره جدا، وانت بتختار المواقع اللي انت مثلا بتفضلها عن المواقع التانية اللي انت تجيب منها الاخبار. وفي الاخبار برضو الحاجات المميزة جدا في الاخبار اللي انت مش بتقعد بقى كلمة متش فهمها او مش عارفها تقوم تاخدها وتنسخها عشان تبحث عليها في جوجل وكده، لا كل حاجة متكاملة بالقاموس، كل حاجة، وكذا قاموس كمان، قاموس عربي، قاموس انجليزي، تضغط بس على الكلمة فانت بتعرف معناها في لغتك واللغة كمان الانجليزية، لان في الانجليزي او اي لغة بتبقى اللغة الام بتوصف الكلمة بطريقة افضل من اما تكون في كلمة على طول مشابهة ليها. بساعات كتير الكلمة المشابهة مش بتوصفها بطريقة احسن،
زي اللغه. يعني حاجه كمان لو في مثلا موضوع حاجه معينه مثلا طياره اسم طياره وكده فمثلا مش هتنفع تترجم، فبتشوفها كمان على موجود برضو في الحاجات دي لما انت بتضغط عليها بتلاقي كمان جوجل مفتوح لك عن الموضوع دوت، وانت مثلا تقرا في موجود عندك بتبقى في مثلا ويكيبيديا حاجه مكتوبه عن الموضوع ده، فيديوهات تقدر كمان تتفرج عليها عشان تفهم الموضوع بطريقه احسن. والقواميس مش قليل، واحد من القواميس اللي موجود اصلا قاموس اوكسفورد. وفي كمان الفيديوهات كمان اللي هو بيجيب لك فيديوهات مثلا من على اليوتيوب من تيد، بتبقى فيديوهات متنوعه وبتقدر تستفيد وبتختبر نفسك كمان اللي انت المواضيع ديت اللي انت مش مجرد بس بتشوف الفيديوهات على اليوتيوب زي ما احنا بنتفرج، لا انت كمان بتتعلم اللغه وتحاول مثلا تستمع وتشوف الكلمه ديت المفروض تتكتب، وبيبقى فيه زي اختبار او تخش تتفرج الفيديو بحسب انت شايف نفسك مستواك ايه او كده، وبتحاول بقى تكتب الكلام وتعيد عشان تعرف الكلمه دي. وهو تلقائيا لما تيجي جمله معينه بيقوم يقف عندها عشان انت بقى تحاول تكتب الجمله دي او تكتب الكلمه اللي ناقصه. وفي كمان البودكاست جايب لك اقوى البرامج بتاعت البودكاست زي بي بي سي وفي او اي، البرنامج بالكامل مجاني بس في بعض الاشتراكات لو حابب مثلا باش في اعلانات، لو حابب مثلا تاخد ازات اكتر في الاشتراك اللي هو مدى الحياه ب $18، في الاشتراك اللي هو 365 يوم ب $7، وفي الاشتراك ال 180 يوم ب $5، وفي الاشتراك ال 30 يوم ب $4. وهو برنامج بنصح بيه جامد، يعتبر برنامج متكامل. البرامج الثانيه برضو في كل برنامج ميزات برضو مش موجوده في البرنامج ده، كلهم بنصح فيهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو حابب نعمل فيديو تاني عن الموضوع دوت اعمل لايك واكتب لي رايك في التعليقات. وكل البرامج اللي اتكلمت عليها في الفيديو ده هتلاقيها في الديسكربشن، واشترك في القناه لو حابب يجي لك مواضيع اكتر زي ديت، وشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي موضوع من اللي انا حطهم. اسف جدا على الاخير، كان في بعض المشاكل التقنيه خارج عن ارادتي، وشكرا والسلام.